تبيس الخاطر. مدينة بيروت في الثقافة الشعبية هي إما السياحة أو التجارة أو الحروب الأهلية، لكن يحيى جابر وزياد عيتاني قررا أن يحكيا قصة بيروت الحقيقية المخفلة والمسكوت عنها. كان يحيى يعني أنا حبيت فيه أنه عنده هاجس أنه يعني إعادة إطلاق الهوية البيروتية من كثر حبه محبته لبيروت. أنا هون هذا الهاجس كمان هو ذاته، بمعزل أنه طريق جديد بتحب أنت رأي السياسي ولا ما بتحبه، بس طريق جديد بالنهاية منطقة حتلاقي فيها كل المناطق اللبنانية مثل كل هالمناطق. زياد عيتاني ليس ممثلا محترفا، لكنه من عائلة مسرحية، فشوشو زوج خالته ومحمد شامل جده لأمه واللائحة تطول. لايها ما كاوي القميص، لا يا أمي عالسواق كنت عم سوق يعني وجعلك. لا ما عليه، من الكتف بعرف إنه ما كاوي، معلش ما تسكر عليها يا روح. يلا شو يا أمي؟ ما طابخت لك ما هيك؟ يا أمي أنجع عم تلحق تطبخ يعني، ما بتشتغل 12 ساعة، وإذا عم تشتغل 12 ساعة برضو كمان تعمل أكل لجوزها. يلا تقبرني أنا حعمل لك أكل. هون بتيجي بنتها طب 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 تقبرينا. معلش إيدي مسافرين عم بعمل أكل لخيي جاي يتغدى، قعدي بركي هلا بتتغدي معنا. لا معلش ماما أنا رايحة أطبخ. عم تطبخي له؟ 12 ساعة عم تشتغلي بالنهار انت يا امي، 12 ساعة عم تشتغلي بالنهار. يا ماما هو بحب كل شيء من ايدي، حتى انه الصبح انا بعمل كل شيء بالبيت وبكويله، تكويله كمان. اما يحيى الجنوبي فعاش عمره في بيروت ويعمل منذ سنوات على مسرحية عن هذه المدينة. انه منطقة مثل طريق جديدة يعني تم شيطنتها، تستحق انه لا نعرفها من وجهها الاخر الحقيقي، وجه الناس، وجه الناس الفقراء الطيبين البسطة اللي بيستحقوا منا كمان انه نضوي عليهم، نكشف خباياهم واسرارهم وحكايات حبهم وتقاليدهم وعاداتهم. ولما يلعبوا النجمة مع الهومنتن ببرج حمود كان يسبق جمهور النبعة اللي هو من بعلبة من الجنوب، يسبق هالجماهير تعيد بيروت وطريق جديدة وياخد كل هالمدرجات. مع الوقت كبر جمهور النبعة، صارت كلها نبعة نجمة، نبع النبعة كلها يعني. بابا لهم محل هون عدان الشركة أو خيون لأولاد بقداش الصغير كان يلعب مع النجمة، ترك النجمة ورجع على الأنصار. هي بيروت كما لم ترونها من قبل، بيروت الضيعة التي اتسعت لوطن وليس بيروت الحروب والرصاص.